منزل حنيف آغا شاهد على التاريخ التركي الزائف وقصة أتاتورك الثعلب المهزوم. يعد حنيف آغا بن محمد آغا من الشخصيات الوطنية البارزة في جياي كورمينج عفرين، وهو من سلالة الشيخ عشيرة الشيخان الكردية من مواليد 1868. كان يتقن العربية والتركية والفرنسية إلى جانب لغته الأم. حال حنيف آغا دون سوق شبان عشيرته ومنطقته إلى آتون الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء مقابل عملهم في بناء تشييد سكة القطار من ميدان أكبس حتى قرية قطمة، وذلك تحت إشراف خبراء ألمان. بنى أول مدرسة وأنشأ للقرية سوقاً وبنى مسجداً عرف باسمه. كان من أبرز الشخصيات التي التجأ لها الأرمن الهاربون من السيوف العثمانية، وقام بتأمين المأوى الآمن لهم. فوض العثمانيين للحصول على حكم ذاتي كردي مقابل المساهمة العسكرية ضد الحلفاء مدعوماً بقوى عسكرية من رجالات المنطقة. لجأ إلى منزله كمال أتاتورك جريحاً هارباً من ساحة المعركة، فأغاثه حنيف آغا في مضافته لأيام ريثما تعافى من الجراح. وخلال الانتداب الفرنسي ظل حنيف آغا يسعى لحكم ذاتي كردي في تشياي كورمينج، وسافر إلى فرنسا لأجل ذلك. ولكن حالة التشرذم بين أغوات الإقليم الكردي من جهة وخشيتهم على ضياع نفوذهم من جهة أخرى أفشل مشروع حنيف آغا. وفي قصره استقبل حنيف آغا الجنرال شارل ديغول قائد الجيش الفرنسي في سوريا آنذاك لينتظر الأتراك قرناً كاملاً ويعلن عن غزو الإقليم الكردي ويقطف آثار الثعلب المهزوم كمال أتاتورك. ففي 20 من يناير 2018 وخلال الغزو التركي تعرض منزل حنيف لقصف وتخريب، فقامت سلطات الاحتلال التركي بترميمه ورفع العلم التركي عليه وأغلقته، واختلقت أقصوص زائفة مفادها أن أتاتورك اتخذ من المنزل مقراً لقيادة العمليات إبان الحرب العالمية الأولى، وذلك بهدف تشويه التاريخ وتنزع عن الإقليم الكردي هويته الوطنية، بالإضافة للحفاظ على أسطورة أتاتورك البطولية وجعل المنزل محج للأتراك في محاولة لتكرار حكاية سليمان شاه المختلقة أيضاً. فيما تناول الإعلام التركي في 7 من يوليو 2018 تصريحاً لافتاً لوالي هاتاي مفاده أنه أصدر أوامر بترميم وأصلاح منزل حنيف آغا بهدف تحويله لمتحف. فهل مرور أتاتورك من أرض بات بمثابة صك ملكية أم هي عقدة الثعلب المهزوم؟